الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العلي العظيم. الأزمات والعواصف صعبة، وقد تكون صعبة جدا، ولكن كيف التعامل مع الأزمات؟ التعامل مع الأزمات قسمان: تعامل قبل حدوث الأزمة لكي لا تحدث الأزمة، يعني وقاية، وهي غاية في الأهمية، وهي الأهم. حديثنا ليس عن هذا الصنف من التعامل. القسم الثاني من التعامل مع الأزمة: التعامل مع الأزمة حين حدوثها. المؤمنون حلت بهم مصيبة، عصفت بهم عاصفة، الآن كيف تتعامل مع هذه العاصفة، مع هذه الأزمة؟ يعني علاج. حديثنا عن هذا القسم من التعامل مع الأزمات. الأزمات ليست الشخصية، الأزمات العامة. هناك أمور عديدة بل كثيرة نريد أن نشير إلى بعضها، ولكن لا ننسى أن المرض إذا نزل بالشخص يسعى لحل هذا المرض، لعلاج هذا المرض، ولكن عادة العلاجات علاجات إلى حد ما. قد لا يعالج المرض كليا بعد أن نزل، الأزمات هكذا، الأزمات مرض يحل بالمؤمنين،
بعد أن جاءت العاصفة حتما ستترك بعض الآثار. إذا أردت أن تعالج هذه العاصفة بعد أن جاءت، فلا نتوقع أن تكون العلاجات علاجات 100%، أن تزيل كل الآثار لتلك الأزمات، لا، هذا توقع في غير محله. العلاجات تكون علاجات لبعض، إن شاء الله لكثير من الآثار، ولكن عادة تبقى بعض الآثار. هنا نقاط: كيف نتعامل مع الأزمات العامة بعد أن حلت؟ أولا، طبعا إشارات سريعة لا نريد أن نتوقف عندها. أولا، الالتجاء إلى الله عز وجل. كل شيء بيده. التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الشيء طبعا في كل أيام السنة، في الأزمة وغير الأزمة، ولكن في الأزمات يكثف ويكثر. كيف وكم يكثف المؤمن ويكثر الالتجاء، التوسل، الدعاء، التضرع، البكاء، يكثف هذه الأشياء ويكثرها. الله عز وجل يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. عندما تأتي المشكلة، عندما تحل المصيبة، التجئ أكثر من قبل. طيلة أيام السنة الإنسان يلتجئ، في السراء والضراء يلتجئ، كما ينسب إلى المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. حتى في اليسر فزع، فزع درجة عالية من التضرع، من الالتجاء إلى الله عز وجل. حتى في اليسر الإنسان يلزم عليه أن يفزع إلى الله، فكيف العسر؟ ولكن في العسر، في المصائب، يكثر ويكثف الإنسان الالتجاء أولا. ثانيا، الدعاء بتعجيل الفرج للمولى بقية الله أرواح العالمين له الفداء. نص التوقيع الشريف: أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. الإنسان يدعو بالفرج للمؤمنين، شيء، دعاء حسن، يدعو بتعجيل فرج المولى أرواح نافدة. بعضنا عندما يدعو بتعجيل الفرج كل فكره عن نفسه، إذا ظهر الإمام مشاكلنا تحال. صحيح، هذا شيء صحيح، إذا ظهر الإمام مشاكلنا تحال، ولكن ندعو للإمام، ندعو أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن الإمام نفسه المصيبة التي تنزل على المؤمنين، تجرح قلب الإمام أكثر من أي شخص آخر. الإمام هو المصاب، أدعو لفرج الإمام لنفسه. نعم، هذا شيء يحصل بالتأكيد، بتعجيل الفرج للإمام يفرج عن المؤمنين كما نص التوقيع الشريف.
ولكن أنا فكري أين يكون؟ اللهم فرج عن المؤمنين، عظيم، دعاء حسن، ولكن عندما تدعو للإمام ادعو للإمام ويحصل الفرج بذلك، فإن ذلك فرجكم. هذه النتيجة تحصل، ولكن أنا دعائي، تركيزي في الدعاء حسب تعبير النص الشريف، الإكثار، أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج. أكثروا يعني في اليوم مرة واحدة، هذا لا يسمى الإكثار، يعني بعد كل صلاة، بعد كل مجلس حسيني أحضره، بعد أكرر أصلا لعله بعد الصلاة 5 مرات أدعو لتعجيل فرج الإمام. الإكثار، طلب، طلب، إلهي هذا الشيء أريده، أطلب. ثانيا، ثالثا، السعي لتقوية المؤمنين. كلام غريب، السعي لتقوية المؤمنين هذه وقاية ليست علاجا، لا، في العلاج بعد نزول الأزمة، بعد حلول المصيبة. كيف؟ أنا أسعى لتقوية المؤمنين، هذا أثره بعد ربما سنوات يظهر في وقت الأزمة، ما هي فائدة هذا السعي؟ الجواب على ذلك، السعي صريح العبارة، السعي شرط لاستجابة دعائك. الذي يدعو ولا يسعى لا يسمع دعاؤه. أنت عندك طلب من الله، عندك حاجة، حجة وعذر لكي ينزل لطف الله سبحانه وتعالى أن تسعى، عذر. الله عز وجل يريد أن ينزل لطفه، الله عز وجل هو المنعم، هو المتفضل، ولكن لكل شيء جعل شروطا. أنا أريد بدون هذه الشروط تحصل تلك الأشياء، هذا خطأ. السعي عذر، السعي حجة لنزول فضل الله سبحانه وتعالى على الناس عموما. هذا في عامة الأمور، عندما تكون لك حاجة أطلب من الله حاجتك، في الوقت نفسه اسعى السعي الذي تتمكن منه. لماذا؟ النتائج على سعيك؟ لا، السعي شرط، يلزم أن أسعى. هناك قضايا وقضايا، هناك روايات شريفة عديدة تدعو، تتوكل، تتوسل ولا تسعى، لا يسمع دعاءك. السعي لتقوية المؤمنين حتى بعد نزول المصيبة لكي يستجاب دعاءك. رابعا، هذا الرابع في وقت المصائب، نعم في وقت المصائب أكثر، ما هو؟ ترك الذنوب، ترك الذنوب طيلة أيام السنة. لا، ركز في وقت نزول مصيبة على ترك الذنوب. أهم، قلت ترك الذنب ليس له وقت، ولكن في وقت الأزمة هذا أهم. العياذ بالله تعالى، الذنوب التي تعود الإنسان عليها هذه أخطر، من جهات أخطر، إحدى أسباب أن هذه الذنوب أخطر أن الإنسان بطبيعته يستصغر الذنب إذا تعود عليه، والاستصغار تعلمون من أكبر الكبائر، حتى لو كان الذنب من الصغائر استصغاره من أكبر الكبائر، والتعود عادة ما يلازم الاستصغار، استصغار الذنب، الذنب عادي يصبح.
على الأقل على الأقل ذنب من الذنوب التي تعود الشخص عليها يتركه، على الأقل واحد. البعض والعياذ بالله تعالى تعود على الغيبة، البعض والعياذ بالله تعالى تعود على الكذب، البعض والعياذ بالله تعالى تعود على إيذاء الناس بلسانه بعمله، البعض والعياذ بالله تعالى تعود على ظلم أهله، التعود على إطلاق العنان للعين، العين تنظر. الذنوب التي تعود الإنسان عليها العياذ بالله تعالى في الأزمات، ركز على تركه ولو ذنب واحد من الذنوب التي تعود الشخص عليه. خامسا، الأمور التي تؤثر في حل الأزمات العامة، وهذه النقطة، هذا البند قل ما يعمل به الناس في الأزمات، أدي واجبك كما كنت تؤدي في الأيام العادية. كثير من الناس بل أكثر الناس في الأزمات يحبط، يصاب بإحباط. الإحباط أضراره النفسية كثيرة، كثيرة جدا. الأخطر من الأضرار النفسية الأضرار الروحية. الشخص والعياذ بالله تعالى تقل قيمته أمام الله عز وجل. هذه المشكلة أكبر من المشاكل النفسية، هذه مشكلة روحية. مقام الشخص عند الله عز وجل ينزل. أزمة غير أزمة، أدي واجبك. لا أقول أدي واجبك العبادي الفردي، ذاك واضح. لا، واجبك الاجتماعي ما هو؟ كيف كنت تؤدي واجبك في الأيام العادية؟ في الأزمة كن كذلك. الإحباط خطر جدا نفسيا، الأشد من هذا روحيا. مقامك منزلتك عند الله عز وجل، لا تمكن أدي واجبك. مصيبة غير مصيبة. قل بعملك، قل هذا الشيء، قل لله عز وجل: إلهي أنا أؤدي واجبي في كل الظروف، هذا واجبي، واجبي ظروفي صعبة فلتكن. في الحرب الإيرانية العراقية كانت فترة حرب مدن، قصف من الحكومتين للناس الأبرياء طبعا في المدن. أطفال، نساء، رضع، عشرات الآلاف خلال ما يقارب من شهرين، عشرات الآلاف قتلوا. ناس عزل في المدن في بيوتهم. عندما بدأ القصف إلى مدينة قم المقدسة، السيد المرجع الراحل الشيرازي رضوان الله تعالى عليه التجأ توسلاً التجاء، ذهب سكن في حسينية بالقرب من منزله، سكنوا هناك في الحسينية بيت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بعد أيام ثلاثة أطراف الحسينية في قصف قصفت، تبين أن كان الهدف هذه الحسينية. ثلاثة أطراف، شيء غريب كان، يعني بإعجاز
القصف ما صار على الحسينية، ثلاثة أطراف بفاصل أمتار، تبين أنه كان هو الهدف. في هذه الفترة التي كان في هذه الحسينية، الفترة كانت فترة أيام الدروس الحوزوية، من اليوم الأول في الحسينية استمر في دروسه. أزمة، قنابل تنزل على رؤوس الناس، البعض استغرب، أنا أتذكر تفصيلا. حتى في هذه الحالة أنت تستمر في تدريسك؟ نعم، لا فرق، هذا تكليفي، هذا واجبي. استمر في توجيهه، استمر في لقاءاته، استمر في تأليفه، كان يكتب في تلك الأيام. أنا تكليفي كتابة، توجيه الناس من جملة الطرق للتوجيه الكتابة، تكليفي هذا. بعد أن قصفت يعني أطراف الحسينية، انتقل، ذهب التجاء إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى مشهد المقدس، سكن في مدرسة علمية هناك. من اليوم الأول بدأ بنشاطه. يقال صاحب الجواهر كان يكتب كتاب الجواهر، موسوعة الجواهر، موسوعة علمية ثمينة جدا، موسوعة فقهية. يقال أنه توفي يوما من الأيام ابنه، أب مفجوع بابنه، كم المصيبة صعبة. في الليل جلس عند جنازة ابنه وهو لعله دموعه جارية ويكتب أجزاء من الجواهر. عندك مصيبة، تترك واجبك، عامة الناس هكذا، وهذا خطأ كبير. هذا يبدي الشخص بهذه الطريقة ضعفه أمام الله سبحانه وتعالى، ضعفه أمام المصائب لله، يبدي هذا الشيء. أبدي لله عز وجل أنك أمام المصائب قوي، إلهي أنا مطيع. ما هو واجبك؟ واجبك التجارة، أنت تاجر في الأزمات، تاجر كما كنت تتاجر في الأيام العادية، لا تغير شيئا. واجبك التدريس، واجبك التعلم، تعلم، درس، تعليم وتعلم في الأيام الأزمات كما كنت تتعلم أو تعلم. واجبك توجيه الناس، وجه الناس. واجبك علمي، واجبك عملي، واجبك توجيهي، واجبك دور معين في الإعلام. أيا كان واجبك في الأزمات، لا تترك واجبك، لا تغير من واجبك. جدا جدا مؤثر، هذا مؤثر في حل الأزمات. أقول النقطة الأخيرة كذكر، أشرت إلى هذه النقطة أكثر من مرة وأؤكد عليها، كذكر لحل المشاكل. الأذكار كلها حسنة، الأدعية كلها حسنة، كذكر لحل الأزمات العامة، لعن أعداء الله وأعداء أهل البيت. عندما أقول أعداء الله، أعداء الله السابقين وأعداء الله الفعليين، اللعن، التبري بصورة فردية، بصورة جماعية أحسن. أنت وأهلك في كل ليلة 5 دقائق، 10 دقائق بالمقدار الممكن، اجلسوا لعن. اللعن تعلمون من أفضل الأدعية، هو بصورة عامة، وتأثيره في حل الأزمات تأثير كبير. أختم كلامي ببعض النصوص الشريفة. هذه النصوص الشريفة يلزم أن يتوقف الإنسان عندها، ولكن أنا فقط أقرأها لكي تكون في زاوية أذهاننا للتأمل فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تعتبره مؤمنا أصلا حتى لو ادعى الإيمان.
يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حديث شريف وآية قرآنية. قبل أن أقرأ هذا الحديث الشريف، عندنا مؤمن طيب ومؤمن خبيث؟ نعم، مؤمن خبيث. نعم، المؤمن طيب. لا، القرآن يقول عندنا مؤمن خبيث. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه في حديث مطول، يقول في مقطع منه: من الإيمان، عندنا قسم من الإيمان، من الإيمان ما قد ذكره الله تعالى في القرآن خبيث وطيب. قال، يعني قال عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إيه نعم، يوجد مؤمن خبيث. كيف يكون المؤمن خبيثا؟ ادعاء الإيمان، ادعاء الإيمان كثير. الله عز وجل يمتحن الناس، يوقع الناس في المصائب من جملة الأسباب ليميز الخبيث من الطيب، حتى يتبين هذا مؤمن حقيقي طيب، ذاك مؤمن ادعائي يدعي الإيمان خبيث. نعم، خبيث. مؤمن حقيقي خبيث ما عندنا، ولكن من يدعي أنه مؤمن ويكون خبيثا؟ نعم، يوجد، ليس فقط يوجد، كثير كثير. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في ليلة عاشوراء كان يقرأ هذه الآية، كان يكرر لعله هذه الآية المباركة، هاتين الآيتين: ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. النص الشريف الأخير، قلت هذه للتأمل حتى يتأملها الإنسان فيما بعد. في حديث شريف عن الإمام أبي الحسن، يعني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، قال: إن الله تبارك وتعالى أيد المؤمن بروح منه. ما هذه الروح؟ شيء معنوي محض أو معنوي ومادي؟ ممكن. أيد المؤمن بروح منه تحضره في كل وقت يحسن فيه ويتقي. هذه الروح تحضر المؤمن، تحضر عند المؤمن عندما يحسن المؤمن ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. عندما يذنب الشخص، عندما يعتدي الشخص، هذه الروح تغيب. إلى أن يقول صلوات الله عليه في آخر كلامه: نحن. من نحن؟ ألا لا أتوقف عند هذه الكلمة، تأملوا فيها. نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له. نحن نؤيد الروح، هذه الروح، الروح كلمة تطلق على معاني ومصادق. نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحجة أن يعجل فرج الحجة. اللهم يا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بتعجيل ظهوره الشريف. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.